أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم المكتب يانس لاياركا أن جنوب القطاع يشهد تكدسا لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,300,000 نسمة، لافتا إلى خشيته من تبعات هذه الأوضاع المتردية. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,131 شهيدا و 66,287 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا و 148 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. And let us not forget the situation in the West Bank.